عندنا هنا اول سؤال، خلي بالكم بقى، عايزكم تركزوا عشان الاسئله كلها بتاعت الاكسبوننت اللي انا حاططها لكم اسئله كلها فيها تريكات، ما اكذبش عليكم، بس عشان نجيب من الاخر كده ونبقى جمعنا الدرس حلو. انا هنا معيش كالك مبدئيا، يعني عشان ما حدش يقول لي همسك الكالك ده سيكشن نو كالك، ماشي الكلام؟ احنا عارفين ان باور، الباور بنعمل ايه؟ نعمل تايمز. نعمل مالتي بلاي. الله ينور عليك. باور الباور، يعني احنا عندنا رول بيقول ان اكس باور ام اول باور ان ايكوال اكس باور ام ان، صح؟ صح. طيب هنتصرف ازاي برضو؟ طب وهي الارقام كلها اللي موجوده البيز بتاعها ب 3 ما عدا رقم واحد، ال 9 ده انا ممكن اخليه 3 باور كام؟ تري باور تو. بس هي دي اللي حل هتحل المساله. يبقى انا هنقل ده كده زي ما هو تحت، بس هشيل ال 9 واكتب مكانه 3 باور ايه؟ ماشي، حد هيزعل ولا تمام؟ تمام. طب سؤال بقى، باور الباور بنعمل ايه؟ تايم طيب يعني 3 باور 2 تايمز 3 باور 12، 3 باور 2 تايمز 3 باور 12 عندهم سيم بيز ولا لا؟ كده بلس هنعمل ادنج للباور، فتبقى 3 باور كام؟ 14. يعني انا ممكن اشيل ده كده واكتب مكانهم 3 باور 14، صح؟ السي زي ما هي، ودول هشيلهم واكتب مكانهم 3 باور، تي كل ده ايكوال الناحيه الثانيه 3 باور 3 باور اكس. لما يجي يسالني على الاكس اقول له الاكس بكام؟ وفرتي لو ما تصرفتش التصرف ده هتسوح تسويحه جامده، لان معيش كالك، وحتى لو معايا كالك هتطول مني جامد، هتطول معايا جامد جدا. يعني فكره هنا ممكن انت تعيدها مش كده معايا سمستر؟ نعم تاني، انا عايدها عايدها ممكن تعيدها. اه عايدها، ما تقلقش عايدها ما تقلقش، انا ببقى عارف ان هي كروتت. يعني بصوا كده، عبد الرحمن خليك مستر بقى معايا. معلش، قول ايوه ايه؟ معاكم مستر. هو هو احنا ليه ما نبدلش ال 3 وال 9؟ ال3 وال9، ال3 دي كده تتبدل مع اه ال9، ادخلها جوه، اه انا ممكن ابدل، بس هتبقى هبدل قصدك ال3 باور 12 كلها مكان ال9، ماشي لو كده تمام، يعني تنفع عادي صح؟ بس وبعدين ما انت تضطري برضه، اصل ده ماشي لو هنبدلهم، ادي ال3 باور 12 هتخش جوه مكان ال9 صح؟ تمام وال9 هو اللي هيبقى بره صح؟ اوكي. هتبقى كده ايكوال 3 باور 3 باور اكس. طب وبعدين؟ اوكي تمام ماشي. لازم اعمل دول مالتي بلاي، لازم اه اعمل نعمل 3 تايمز 12 تايمز 9 دول، لو جيت اعمل لهم مالتي بلاي الله ينور عليك 3 باور 12 تايمز 9، مش 6 هعرف اتصرف، تايمز 9 لازم اخلي ال 9 ده 3 باور حاجه، ال 9 عباره عن 3 باور كام؟ اعمل 2 ادنج للباور، فده 3 باور كام؟ 14 يعني 14 انا ممكن اشيل القصه دي كده كلها واكتب مكانها 3 باور 14، فاصبحت كده زيها زي اللي على اليمين اهو، زيها زيها، يعني 3 راح مع 3 3 3، الاكس بكام؟ 14 14 فهمت انا الهدف بتاعي ايه؟ ان اوحد البيزز بتاعت يعني اوحد البيزز دي، واوحد كمان البيزز اللي موجوده في الباور، فاهمني؟ فانت الناين ده، انت اول حاجه هتيجي في مخكم هنا، معلش يعني، باور الباور بعمل مالتي بلاي، وهنا باور مستر، الباور هو بعمل، البوارين اللي بره بنعملهم مالتي بلاي برضو، يعني بنعمل 3 تايمز 12 لا 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 لا، بلس، ده 3 باور 12 عادي ماشي. بنعملهم بلس هنا يعني بص، باور الباور اهو، هنعمل لهم ايه يا جماعه؟ مالتي بلاي مالتي بلاي، وهنا باور الباور هنعمل لهم ايه؟ مالتي بلاي 3 تايمز اكس بس. المصيبه هنا بقى ان انا مش عارف اتصرف زي ما ده راح مع ده، هيبقى لي دول بيساوي دول، ما انت هنا البيز قد البيز اهو، يروحوا مع بعض صح؟ هيتبقى لي دول بقى، ده بيساوي ده، اتصرف معاهم ازاي بقى؟ على 9 تايمز 3 باور 12 ايكوال 3 باور اكس، اتصرف ازاي انا بقى دلوقتي؟ لازم ال 9 ايه 3 باور حاجه، مظبوط؟ تمام لازم ده اخليه 3 باور حاجه، ولا ايه رايكم؟ تمام اخليه 3 باور كام ال 9؟ تو تو اعمل ادنج للباورز عشان هم عندهم سيم بيز، فتبقى 3 باور كام؟ فورتين ايكوال 3 باور اكس، ده راح مع ده في الفورت اكس ايكوال كام؟ اكس اكس ايكوال 14، واضحه يا جماعه؟ تمام ايه الكلام؟ رولا احمد العمده، الناس مركزه ما وميدان، قدرتش تماما. عايدها تاني دي، معلش. يلا ال 9 عباره عن 3 باور كام؟ احنا عايزين نخليها كلها 3 باور حاجه، ال 9 3 باور عباره عن، 2. يبقى انا هشيل ال 9 بس واكتب مكانه 3 باور 2،
يبقى انا كل الحكايه في الليفت هاند سايد ده ان انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا شلت بس الناين ده حطيت ناين مكانه. اوف بار تو ثري بار تو. طيب تمام لحد كده، تمام كل ده ايكوال الناحيه الثانيه 3 باور 3 باور اكس. طيب هنا باور الباور بنعمل ايه؟ مالتبلاي 3 باور 2 تايمز 3 باور 12، هنعمل ادنج للباورز، 3 باور 14 يبقى 3 باور 2 بلس 12 يعني 3 باور كام؟ 14 يا جماعه ايكوال 3 باور 3 باور اكس، ده ايكوال كام؟ بالعكس ايكوال كام؟ 14 14. واضحه ولا ايه الكلام؟ لا تمام طيب يلا يا روما، يلا يا روما، حضرتك يا مستر. عايزين ضروري نوحد، ما عندناش برضه كالك هنا، تمام عايزين نوحد البيزز. هي ال 32 دي عباره عن 4 باور حاجه ولا مش ما لهاش 4 عن فور باور، لا اصل 4 باور 1 4 4 باور 2 فور باور تو 16 بسكستين، فور 4 باور باور ثري بسكستي فور، مش عارف اتصرف ازاي. يبقى ممكن نخلي الفور دي تو باور تو والثيرتي تو. جميل جميل، عايزه قالت لي رما بتقول يا جماعه مش هقدر اخلي ده 4 باور حاجه، ما انا عايز اوحد البيز، عايز اخلي ده بقى زي ده عشان اقدر اساوي الباورز ببعض. ما هو لو جايبها لي كده 4 باور اكس ايكوال 4 باور 5 يبقى البيز قد البيز، يبقى الباور قد الباور، يبقى اكس ايكوال 5 وخلاص. فانا هنا مشكلتي ان البيز مش قد البيز حتى. طب ال 32 عباره عن 4 باور حاجه مش لاقيين. 2 باور 5 اه جميل، ال 32 عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2. طب وانا ايش عرفني برضه، ما انا معيش كالك انت عشان عارفها بالخبره كده مثلا. لا ولا مش حاجه، هو اشهر حاجه لل 42 لل 32 ايه؟ اشهر حاجه في جدول الضرب. 4 times 8 الله ينور عليكم، يعني ال 32 دي عباره عن 4 تايمز 8، كلنا متفقين على كده؟ تمام ال 4 دي عباره عن 2 باور كام؟ 2 باور 2 وال 8 عباره عن 2 باور كام عارفينها؟ 2 باور 3 3. هنجمع البارز هتبقى 2 باور كام؟ 5 امين، ما تقلقش يعني عادي، انت اتسوحت وناسي اشهر حاجه يا عم لل 32 ايه؟ وزي ما قلت لكم كده 4 تايمز 8، ال4 عباره عن 2 باور 2 وال8 عباره عن 2 باور 3، عندهم سيم بيزك مع الباورز بتبقى 2 باور كام؟ 5 5 صح؟ يلا هنشيل ال 32 لوحدها بالله عليكم واحط كام يا روما؟ 2 باور 5 بس ال 32 اصلا هي باور كام؟ باور 3 طيب معلش بقى، هنا ال4 اشيلها واحط 2 باور كام؟ 2 باور 2 بس ال4 اصلا باور كام؟ 2m بلس 1 باور الباور بنعمل ايه؟ بلس لا باور multiply يبقى 2 3 تايمز 5 ب 15. هنا باور الباور هنعمل ايه؟ multiply هتبقى 4m بلس 2 10 على 10. خفت قوي حد يقول لي 4 ام بلس 1 لان انت لسه ال 2 ده هيخش على ال 2 ام. شاطر يا روما، هيبقى 4 ام وهيخش على ال 1 فهتبقى 2 باور 4 ام بلس 2 كده. والحمد لله قدرنا انا وروما نخلي البيز قد البيز فنقدر ان احنا نساوي الباور بال باور باور. تبقى اتفضل. 4m بلس 2 equal 15 4m equal 16 لا او ده 2 انا اسف، أو يلا 13 معلش، يلا فتبقى الام ايكوال. m equal 13 over 4 يعني هو عايز الام ولا عايز ايه ده بقى؟ لا هو عايز m بلس 3 over 4 طب الام معانا والحمد لله ب 13 اوفر 4، ف 13 اوفر 4 بلس 3 اوفر 4 ده الدنيا جميله وعندهم كومن same دينومينيتور denominator ف 13 plus 3 16 اوفر 4.4 تحس ان هي خطوات كتير بس والله الموضوع عادي، يعني انت هنا تعالوا ناخدوا صفحه كده ونبصوا عليها تاني عشان كله هنا بيتمسح حرام كده، هنا كله بيتمسح حصل. بصوا كده هنا لو جيت قلت لكم يا جماعه 4 تو ذا بار 2 ام بلس 1، حد يفتكرها لي كده والنبي، 4 to the power 2m plus 1 equal 32 to the power 3 32 to the power 3. 32 to the power 3. هنا انا عشان اعرف اتعامل مع حاجه زي كده واقدر اطلع الام لازم يبقى عندهم سيم بيز. فراما دورت ال 32 ده عباره عن 4 باور كام؟ ما لقيناش بصراحه. بس احنا عارفين ان هي ينفع تبقى 2 باور حاجه، هتبقى 2 باور 5. بالوقت بقى هتبقى عارف ان 2 باور 1 ب 2، 2 باور 2 ب 4، 2 باور 3 ب 8، 2 باور 4 16، 2 باور 5 32، 2 باور 6 64،
و2 باور 7 128، هتلاقي نفسك الكلام ده كله خلاص حفظته من كتر الشغل. خلاص؟ فانت ال 32 ده هتشيله وتحط 2 باور 5، لان اشهر حاجه لل 32 4 تايمز 8، ال4 لوحده 2 باور 2، ال8 لوحدها. يعني انتوا يا جماعه هنا ال 32 دي عباره عن 4 تايمز 8، متفقين كلنا. ال4 عباره عن 2 باور 2، ال8 عباره عن 2 باور 3. نجمع الباورز عشان دول تايمز وعندهم سيم بيز، فتبقى 2 باور 5. يعني انا ممكن اشيل ال 32 واكتب مكانها 2 باور 5، فهتبقى اشيل ال 32 دي واكتب 2 باور 5، بس هي اصلا ال 32 كانت باور 3. هنا نفس الكلام، ال4 عباره عن 2 باور 2، اشيله واحط 2 باور 2، بس هو اصلا كان باور كام؟ كان باور يبقى 2. ام ام بلس 1 باور الباور بنعمل ملتبلاي 3 تايمز 5 15، باور الباور بنعمل ملتبلاي 4 ام 2 تايمز بلس 2 ام 4 بلس 1 4 ام بلس 2. كده اقدر اساوي الباور بالباور، يعني 4 ام بلس 2 ايكوال 15، يعني 4 ام ايكوال ادي ده هناك 13، اجيب ده بالديفايد تطلع الام ايكوال 13 اوفر 4. الحمد لله طلعت الام، لقيته الغيرس عايز مني ام بلس 3 ام اوفر بلس 4، 3 اوفر 4 يعني 13 اوفر 4 بلس 3 اوفر 4، عندهم كومن ديرمينيتور الحمد لله، 13 بلس 3 ب 16، 16 اوفر 4 بكام؟ فور. ايزي يا جماعه، لحد زعلان؟ لسه بس معلش كمان سعيد بعد ما مش طلعنا بتاع تركي تاني. 2 ب 2 باور 5. قول يا حبيبي كده معلش تاني. عيد من ساعة ما طلعنا الست تون ل 2 باور 5، من أول 2 باور 5 تاني. ماشي، ال 32 عبارة عن 2 باور 5، متفقين ولا لا؟ تمام اهو. تمام. يعني انا ممكن اشيل ال 32 دي واكتب مكانها 2 باور 5، تمام. 32 اشيلها واكتب مكانها 2 باور 5. هي اصلا باكت باور كام؟ تري. تمام ولا ايه؟ تمام اهو سري. ال 4 دي ممكن اشيلها واكتب مكانها 2 باور، تو. وهي اصلا ال 4 كانت باور كام؟ كي تو. لا الفور اصلا كانت باور كام؟ تو تو ام زد واحد. ماشي جميل. باور الباور بنعمل ايه؟ وات بلو. تبلاي 5 تايمز 3. كتير. جميل. باور الباور بنعمل ايه؟ نزل بلوي بقى. مالتبلاي 2 تايمز تمام. 2 ام ب 4 ام، 2 تايمز 1 ب 2، يبقى البيز اصبح قد البيز، يبقى اقدر اساوي الباور بالباور. يعني اقدر اقول ان الفور ام بلس 2 ايكوال كام؟ 15. او ادي ده هناك بالماينس، يبقى فور ام ايكوال 15 ماينس 2 يعني 13، اجيب ده بالديفايدد تبقى ام ايكوال 13 على 4. لو ام ب 13 على 4 شوف هو بقى عايز ايه، عايز ام بلس 3 اوفر 4، يعني 13 على 4 بلس 3 على 4، اجمعهم عندهم كومن ديمينيتور 13 و3 16، 16 على 4 ب 4. حد زعلان؟ لا تمام تمام اوكي. يلا بسنت، مع حضرتك يا دكتور. يلا بينا. ده ممكن بصي، هو هنا دي نمبر 17، احنا هنا ممكن تمام نحل كذا طريقه يعني. ها تمام شوفوا بقى كل واحد انت هنا اول حاجه عايزه تفكري فيها ايه؟ طيب أنا أول ما شفت root 2 m equal 8 حليتها، يعني فهمت ال m هتبقى بكام. هي ده 2 باور ام. ها ماشي قولي لي. ثانية واحدة، هي كده هتبقى كأنها ايه، هنشيل ال 8 دي هتبقى 2 m over 2. انت قصدك ان دي هنحولها لفراكشنال اكسبوننت صح؟ اللي هو هيبقى باور ام 2 اوفر m over 2 كل ده ايكوال ال 8. ال 8 عباره عن 2 باور كام؟ 2 باور 3 يعني انا ممكن اساوي ال 3 بمين؟ 6، الام ب 6. يبقى الام ب 6، اخد الام اللي ب 6 اعوض بيه هنا روت 6 باور 6، احولها فراكشنال اكسبوننت فتبقى 3 باور 6 بالظبط، اوفر 6 over 2 يبقى ب 3، 3 باور 3 equal 27. 10 على 10. طبعا تعالوا نشوف بس انت قالت ايه يا جماعه. 10 على 10 هي كانت روت 2 باور ام صح كده؟ ايكوال كانت ايكوال كانت ايكوال كام؟ 8 8 ماشي؟ وهو كان عايز بقى روت 3 باور ام، 3 يعني ام. انا يعني انا محتاج اطلع الام الاول عشان اعوض بيها هنا. ها ممكن تمام كذا افكر بكذا طريقه تانية، ممكن واحد يقول لي انا عايز اتخلص من الروت. هتعمل ايه يا عم عشان تتخلص من الروت؟ قال لي هعمل باور 2 اون بوث سايدز. الباور 2 بيعمل ايه في السكوير روت يا جماعه؟ بيمشيه بيشيل بسرعة بيعمل باور 2 باور ام لوحدها ايكوال 8 باور 2 اللي هي كام؟ ب 8 64. تايمز 64. طب مش هعملها كده، انا هقول ان هي ايكوال 8 باور 2. 8
الايت عبارة عن كام؟ 2 باور كام؟ ب equal to power 3 جميل، يعني ممكن اشيل الايت واكتب 2 باور 3. power 3 باور الباور، باور الباور بنعمل ايه؟ times يبقى 2 2 power باور 6 ايكوال 2 باور ام، فاصبح الام بكام؟ 6. اخد الام اللي في 6 اعوض بيه هنا. دي لما تيجي تحولها لفراكشنال اكسبوننت، ال6 هتتكتب فوق وهنا مش مكتوب حاجه، ف2 هتتكتب كام؟ تحت. 3 باور 6 اوفر 2 يعني 3 باور 3 يعني ايكوال، 27 لو فهمت الكلام ده هتبقى عالمي في الاكسبوننت والراديكال. ماشي، في كذا حاجه احنا هنا يا جماعه، احنا هنا ما حدش يقول لي ان انا ما قلتش، انا كنت خديتكم مليون اكزامبل على روت مثلا 5 وهنا 6 وهنا 7، كنا بنحولها ازاي؟ ها 5 باور 6 اوفر 7، لما اقول لك روت 3 باور 2 باور 4 مثلا، تقول لي 3 باور 4 اوفر، هنا مش مكتوب يبقى 2، 3 باور 4 اوفر 2 يا احمد يا عمده يا رولا. ماشي، لما اجي اقول لك روت معلش المايك كان مقفول من ساعة صوت هنا الدين. 7 وهنا 9، 7 over 9. 5 7 over 9 يبقى ايكوال 5 باور 7 اوفر 9. المهم اللي هنا ده لو مش مكتوب بعتبره بكام؟ بتو بتو اللي هنا ده مش مكتوب بعتبره بكام؟ 1 1 1. لما تيجي تحول دي هتقول 2 باور ام اوفر، اللي هنا مش مكتوب يبقى بكام؟ 2 ايكوال ال 8. ال 8 دي اللي هي عباره عن 2 باور كام؟ لا حرام، اقف كل ده على 8 ايكوال 2 باور كام؟ ال 8 عباره عن 2 باور كام؟ 3 2 or 3 2 3. or 3 واحد الباور بالباور، يبقى ام اوفر 2 ايكوال 3، يعني الام ايكوال 6. طلعت الام ب 6، روح عوض بيها في اللي هو عايزه، هو عايز روت 3 باور ام، الام طلعناها ب 6 يعني روت 3 باور 6. لما نيجي نحولها فراكشنال اكسبوننت هتقول 3 باور 6 اوفر، واللي هنا ده مش مكتوب يبقى بكام؟ 2 6 اوفر 2 ب 3 3 3 باور 3. 27 اوكي، ايه الكلام؟ تماما تمام يا مستر تمام يا مستر. يا ممكن تكبر الشاشة بس يا مستر في المسألة؟ حاضر، يلا بينا. تمام. طه عمر، طه يا عمر، طه كده مش هينفع. يا بقى نعم يلا بينا، يلا عايزين هنا بقى نوحد برضو البيزز. انت هنا ده 4 باور 2 اكس بلس 4 وده 16، ال 16 ينفع يبقى 4 باور حاجه؟ 4 بار 2 جميل، يعني ممكن اشيل ال 16 ده، حالة بتقول واكتب 4 باور 2. طب اشمعنى 4 باور حاجه؟ قالت لي عشان اوحد البيز مع ده، صح الكلام؟ تمام فبالتالي هنا اقدر اساوي الباور، طالما البيز بقى قد البيز اقدر اساوي الباور بالباور، تمام صح؟ فاصبحت 2 اكس بلس 4 ايكوال كام؟ 2 اكس بلس 4 لا ركزي، الباور قد الباور، ال 2 اكس تمام بلس 4 الباور اللي هنا بكام؟ الباور اللي هنا ب 2 اكس بلس 4 ايكوال الباور اللي هنا بكام؟ ب 2 اقدر كده سولف اطلع الاكس، اقدر اودي ده هناك بالايه؟ بالنيجاتيف 2 ماينس 4 بكام؟ 2 لا 2 ماينس 4 نيجاتيف مش 2 4. نيجاتيف 2 معلش ماشي، هاتي ده بالديفايدد، يبقى الاكس بكام؟ الاكس بنيجاتيف 1 يعني انا ممكن اشيل الاكس واحط نيجاتيف 1. هو عايز ايه بقى مني؟ طلعنا الحمد لله يا جماعه الاكس نيجاتيف 1، تعالوا نشوف هو عايز ايه. عايز 4 باور 3 اكس، الاكس اصلا بكام؟ بنيجاتيف 1 3 تايمز نيجاتيف 1. نيجاتيف 3 جميل، يعني 4 باور نيجاتيف 3. هو 4 باور نيجاتيف 3 مش هي 1 اوفر 4 بس باور بوزيتيف 3؟ تمام طب 4 باور بوزيتيف 3 بكام؟ 4 باور بوزيتيف 3 يعني 4 تايمز 4 تايمز 4 equal 64 يعني 1 اوفر، 64 ايه الكلام يا جماعه؟ شاطر يا حلقه، حد ملخبط في دي؟
يلا بينا نشوف تاني. معلش حالة تاني، 4 باور حاجة ايكوال 16، فحالة قالت لي خلاص ال 16 ده عبارة عن 4 باور 2، فبقت 4 باور 2 اكس بلس 4، وهشيل ال 16 واكتب مكانها 4 باور 2، فالبيز قد البيز يبقى الباور قد، الباور يعني 2 اكس بلس 4 ايكوال 2 2، اقدر اساوي الباورز ببعض. هسولف بطلع الاكس هيطلع الاكس بنيجاتيف 1، بعد ما طلعنا الاكس بنيجاتيف 1 اروح اعوض بيه فين؟ في اللي هو عايزه، هو عايز 4 باور 3 اكس، يعني 4 باور 3 تايمز نيجاتيف 1، شلت الاكس من هنا وحطيت نيجاتيف 1، تمام. فاصبحت 4 باور نيجاتيف 3 اللي هي 1 اوفر 4 باور بوزيتيف 3، 4 باور بوزيتيف 3 ب 64، يعني 1 اوفر 64. اوكي تمام يلا يا عمر يا طه، حضرتك يا مستر. حول لي دي فراكشنال اكسبوننت، يلا يعني دي 3 باور اكس، خلاص عايزك تحول لي دي فراكشنال اكسبوننت. ال 3 دي اصلها 3 باور كام اللي جوه طالما مش مكتوب لها باور؟ وان يعني اكتبها 3 باور كام، يعني كام على كام؟ 1 over 4 1 اوفر 4 اكس. ال 9 اصلا عباره عن 3 باور كام؟ احنا عايزين نخليها كلها 2 3، بقى البيزس كلها 3، 3 باور 2. 3 بار 2 يعني انا ممكن اشيل ال 9 واكتب مكان، واكتب مكانها 3 باور 2، اكس وهو اصلا ال 9 كان باور كام؟ اكس 2 اكس باور اكس، باور 2 اكس. باور الباور بنعمل ايه؟ 2 2 تايمز 2 تايم اكس. 4 لا 4 ما 2 تايمز 2، قول لي 2 تايمز 2 اكس، معلش تمام 4x تاني 2 times 2x ماشي. equal ماشي ده 3 باور اكس زي ما هو، تمام ده حولناه قلنا ده 1 وده 4، طيب اصبحت 3 باور كام على كام؟ 1 over 4 10. ال 9 عباره عن 3 باور كام؟ 3 over 2 وهو اصلا ال 9 كان باور كام؟ 2x باور الباور بنعمل multiply نعمل 2 times 2x يعني equal 4x. في المالتبلاي بنعمل ايه في الباورز لو هم عندهم سيم بيز؟ هم هنا عندهم سيم بيز، يلا نعمله ادينج، نعمله اديشن للباورز، بتبقى 3 باور اكس بلس 1 over 4 ايكوال equal 3 for x 3 طب over كده 4x. البيز قد البيز، يبقى اقدر اساوي الباور بالباور ولا لا؟ ايوه يعني اكس بلس 1 اوفر 4 دي كالك ولا نو كالك؟ دي كالك عادي. طيب اوكي تمام معلش يلا، يبقى اكس بلس 1 اوفر 4 ايكوال، equal 4x يلا هو عايز الاكس، وادي الاكس ده نقبل ايه؟ بالماينس بالنيجاتيف او 1 اوفر 4 ايكوال 4 اكس ماينس اكس، 4x 3x جميل، وادي 3 نقبل ديفايدد 1 اوفر 4 ديفايدد 3 4 by 3 4 تايمز 1 اوفر 3، اعملها على الكالك بقى عادي انت، 1 اوفر 12 بقى من الاول. معلش يا عمر يلا تعادل نقولها تاني، اول حاجه انت هنا عندك 3 باور اكس تتكتب زي ما هي، ايوه تاني واحده دي عمر قالها لي بكل بساطه الصراحه، شاطر كان مركز، لان ال 3 دي اصلها 3 باور 1، يبقى نكتبها ازاي؟ 3 1 فراكشنال over 4 الله ينور عليك، ايكوال ال 9 ده عباره عن 3 باور كام؟ 3 power 2 هي اصلا باور كام؟ 2x باور الباور بنعمل multiply 2 تايمز 2 اكس، 4x انت بتعمل لدول مالتبلاي، هم عندهم سيم بيز ولا لا؟ ولا لا هاي عندهم same base بتعمل ايه في الباورز؟ time لا في التايمز بنعمل ايه في الباورز؟ بلس تمام ماشي كده، البيز قد البيز، يبقى الباور قد قد الباور الباور، اقدر اساوي اكس بلس 1 اوفر 4 ايكوال 4 من اول هنا بصراحه يا جماعه، ممكن تعمل شيفت سولف هتطلع لك على طول، بس احنا هنشتغلها بايدينا عشان نتطور، عشان نتطور بسكشن النوكال، هنودي الاكس نقبل ايه؟ بالنيجاتيف 4 اكس ماينس اكس بالسريكس يبقى 3 اكس ايكوال 1 اوفر 4. بص لما تنزل في حاجه زي كده يا جماعه، ال 3 ده هيندل تحت هنا بالتايمز على طول، هتبقى الاكس بكام؟ بس هنزل مش هنزل بالديفايد بلاش بلاش، هيجي بالديفايدد هنا، ما هيجي بالديفايدد يعني ينزل تحت بالتايمز، بلاش. انت لما بتيجي عايز تطير ال 3 بتضرب في الريسيبروكال بتاعه، ال 3 ده اصله 3 اوفر كام؟ 1 لو انت عايز تطيره بتعمل مالتبلاي باي الريسيبروكال بتاع 3 اوفر 1، الموضوع بسيط ما تخافش من كلمه ريسيبروكال، ريسيبروكال يعني الشقلبه، يعني بدل ما 3 1 اوفر over 1 3 يعني تضرب في 1، وطالما ضربت في 1 اوفر 3 هنا يبقى تضرب هنا كمان في ايه؟
1 over 2 3 ده هيطير ال 3 تبقى اكس ايكوال 1 اوفر 4 تايمز 1 1 over اوفر 4 6. تايم 1 over 3 حاجه اسهل حاجه في الملتبلاي التايمز. ليه؟ ما بتعملش حاجه، بتعمل اللي فوق تايمز بعض واللي تحت تايمز بعض. 1 تايمز 1 ب 1، 1 4 تايمز 6. 12 اهي، حد زعلان؟ ها؟ يلا هناء. حضرتك يا مستر. 9 ال 9 وزي الفل اهو. ال 27 تقدري تخليها 9 باور حاجه؟ 9 باور 3 لا 9 باور 3 ده رقم كبير جدا مثلا. أم. ال 29 تايمز 3 ال لا 27 سوري، 9 تايمز 3 انا بتكلم يعني على ماشي، تقدري تخليه 9 باور حاجه ولا مفيش؟ مستر. نعم الانسر بتاعت المسألة اللي قبلها كانت 1 اوفر 12. 1 اوفر 12 اهي، عادة تنقليها اهي. تمام ابعت لكم الوايت بورد ما تخافوش، وكده كده في ريكورد ما تخافوش. بس انا حليتها تاني، عملتيها ايه؟ وانا برتول طلعت 10 على 10، 10 على 10. يلا هنا هنا ال 27 ده ينفع تخليه 9 باور حاجه ولا مفيش؟ للاسف مفيش، ما هو فيش. 9 باور 9 باور 1 ب 9، 9 باور 2 ب 81، 9 باور 3 هتلاقيه رقم اكبر، صح ولا لا؟ صح. طيب نتصرف ازاي؟ ال 9 ده ينفع يبقى 3 باور حاجه؟ سري باور تو وال 27 ده ينفع يبقى 3 باور حاجه؟ أو 3 باور 3. جميل، حلت المساله. يعني انا هشيل ال 9 من هنا واكتب مكانه 3 باور 2، فيبقى 3 باور 2، وال 9 اصلا كان باور كام؟ 3 n minus 1.5 وهنا ال 27 هشيلها واحط 3 باور 3، وهي اصلا كانت باور كام؟ باور 2 طيب باور الباور بنعمل multiply جميل 2 تايمز 3 ان ماينس 1.5. 6n minus 3.5 ماشي 2 تايمز، بصي ده واحد ونص، 2 في واحد ونص، 2 في واحد ب 2، و2 في نص ب 1، ماشي؟ ماشي يلا. فانت باور الباور بنعمل ملتبلاي يا جماعه. يعني 3 تايم 2 تايمز 3 ان ماينس 1.5 فهيدينا 6 ان ماينس 3، وهنا باور الباور بنعمل multiply هتبقى 3 3 باور power 6 2 6. كده الحمد لله قدرنا نخلي البيز قد البيز، فيبقى الباور قد الباور الباور، يعني 6n minus 3 equal and 6 solve before طيب، n. تبقى 6n equal 9، تبقى ال n equal 9 over 6 اللي هي 3 over 2 اللي هي 1.5 اهي. اوكي تمام. الموضوع صعب، لا تمام. بنحاول نوحد البيزز. حاولنا انا وهنا نخلي ال 27 ده عباره عن 9 باور حاجه، ما عرفناش. طب واحد مش عارف ان ال 27 عباره عن 3 باور 3، اشهر حاجه لل 27 ان هي كام تايمز كام اصلا في جدول الضرب؟ 9 تايمز 3، ال 9 لوحده عباره عن 3 باور كام؟ باور 2 وده تايمز 3 باور 1 بتعمل ادنج للباور تبقى 3 باور كام؟ باور 3 بصراحه يعني كلنا عارفين ان 27 3 باور 3 مش حاجه يعني، فهنشيل دي ونكتب 3 باور 3 وهي اصلا باور 2، وهنشيل ال 9 ونكتب 3 باور 2، وهو اصلا ال 9 كان باور 3 ان ماينس 1.5. باور الباور بنعمل مالتبلاي هيدينا 3 باور 6، باور الباور بنعمل مالتبلاي هيدينا 3 باور 6 ان ماينس 3. هنقدر نساوي الباورز ببعض ونطلع ال ان هيطلع ان 1.5. حد زعلان؟ لا ها؟ تمام. مستر انا نعم عملت 6 minus 3 equal 6. نعم قولي هنودي حضرتك ثواني. معلش كده سمعتك، قولي عملتها 6 n minus 3 equal 6. ماشي 6n minus 3 equal 6 هنودي 3 هنا بالبلس صح؟ ماشي، هتبقى 6n equal 6 plus 3، يعني 9 هنجيب ده بالديفايدد تبقى n equal 9 over 6.6. طب ديفايدد 3 فوق وديفايدد 3 تحت عشان نجيبها في السمبلست فورم. 9 ديفايدد 3 ب 3، 6 ديفايدد 3 ب 2، 3 اوفر 2 مش هو 1.5؟ صح ولا لا؟ ايوه كده تمام. اوكي مين سعيد الحظ اللي ياخد المسألة دي بقى؟ يلا بينا يا عمر محمد. عمر محمد معاك يا مستر. يلا حبيبي. اكس ب 2 باور 3 وواي ب 2 باور 4، وات از ذا فاليو اوف 4 اكس باور 3 تايمز واي باور 2؟ طيب عوض يعني انا ممكن اشيل الاكس من هنا واحط مكانها كام؟ 2 باور 3
اشيلها هو، حط الاكس بس والنبي، ها الاكس بس اللي اشيلها. اه حط ماشي الاكس اصلا كانت باور كام؟ بار 3 طيب وهشيل الواي من هنا، بس الواي بس برضو والنبي، واحط مكانها ايه؟ تو بار 4 بس الواي بس. الواي اصلا كانت باور كام؟ 2 جميل. الفور بقى بالمره، الفور عباره عن 2 باور كام بالمره بقى؟ 2 بار 2 2 باور 2، صح الكلام؟ ليه انا عايز اخلي الفور 2 باور حاجه؟ عشان لمحت ان الانسرز كلها عباره عن 2 باور حاجه، ها؟ فالفور عباره عن 2 باور كام؟ تو باور 2. باور الباور هنا بنعمل ايه؟ بندرم 3 تايمز 3. ناين باور الباور هنا بنعمل ايه؟ ايت يبقى 2 باور 8، وهنا 2 باور 2. كده كلهم عندهم البيز ب 2، بنعمل مالتي بلاي، فهنعمل ايه في الباورز؟ انيجما يلا 9 و8 17، 17 تبقى و2. 19 19 ايه الكلام صعبه؟ لا نعيدها يا جماعه. احمد عمده، ايوه مستر معاك اعيد اعيد ولا معايا؟ ماشي بعدين كده معلش يا مستر ماشي، يلا حبيبي يلا. احنا هنا هنشيل، ركز بس شويه، ركز يلا. احنا هنا هنشيل الاكس ده ونحط مكانه مين؟ التو باور 3. تو باور سي الاكس ده بس هيتشال وهيتحط تمام مكانه 2 باور 3. وهو اصلا الاكس كان باور تمام كام؟ كان باور باور 3 3 اصلا. طب الفور ده عباره عن 2 باور كام؟ عباره عن 2 باور 2. ده الفور بس لوحده. الاكس تمام هنا، الاكس هنا، الاكس هنا دي باور ب 2 3 باور 3. يعني انا ممكن اشيل الاكس دي من هنا واحط تمام مكانها 2 باور 3. ف 2 باور 3، والاكس اصلا تمام كانت باور 3. باور 3 نفس الكلام هنا، الواي دي لوحدها انا ممكن اشيلها واحط مكانها 2 باور 4، فاشيل فعلا الواي واكتب 2 باور 4. بس الواي اصلا كانت باور كام؟ وهي باور 2 ماشي، باور 2 باور هنا 2 باور 2 زي ما هي. ايه هنا باور الباور؟ بنعمل مالتبلاي يعني تايمز، يعني نضربهم بالظبط في بعض. 3 تايمز 3 9 9. هنا باور الباور بنعمل مالتبلاي 4 في 8 2. 8 الحمد لله كلهم 9 عندهم سيم بيز، الحمد لله كلهم عندهم سيم بيز، وبنعمل مالتبلاي، فهنعمل ادنج للباورز، فتبقى 2 باور 2 بلس 9 بلس 8. يعني 2 باور كام؟ حد زعلان؟ 10 ها؟ دي فيها غلطة؟ لأ؟ 19 دي فيها غلطة؟ لأ، شاطر. طيب، يلا رولا، مع حضرتك يا 24 over 27 عادي، ديفايدد 3 فوق وديفايدد 3 تحت، يعني كده كده فيها كام على كام؟ 8 over 9 بس ده ما خلينيش استفدت بحاجه، لان تقريبا كل الانسرز فيها ايه، كام على كام؟ فيها 9 8 over 9 فيها 8 over 9 عادي، يعني كده كده كل الانسرز 8 over 9، 8 over 9، 8 over 9، 8 over... بس ما عدا سي، سي كاتب لي 9 over 8، فممكن اشيلها سي. يبقى كده الانسر بتاعتي يمين يمين يمين. يا ايه يا بيه دي يا ايه يا بيه دي؟ هل بقى ايه ولا هل بي ولا هل دي؟ تعالوا نشوفه مع بعضين. بصوا هنا ايه، في فوق ايه وفي فوق ايه باور 3. ايه باور 3 ده يا جماعه؟ اللي هو ايه تايمز ايه تايمز ايه، مظبوط؟ مظبوط. وفوق في ايه، هي واحده. جميل. بي باور 4 من فوق راحت مع بي باور 4 من ايه، من تحت. تحت طب سي باور 2 ديفايدد سي، هنعمل دي سي سبتراكشن للباورز. دي سي بقول لكم ايه، ممكن نشتغلها بطريقه ارزل شويه، بس معلش عشان تفتكروا رولز، عشان تفتكروا رولز بس. بصوا كده معايا، احنا هنا ايه ده اللي هو ايه باور 1، صح؟ ايوه معايا؟ طيب هنعمل سبتراكشن للباورز، يعني ايه باور 1 اوفر ايه باور 3، نعمل ايه في الباورز؟ سبتراكشن. شاطر. 1 ماينس 3 نيجاتيف 1 ماينس 3 نيجاتيف بنيجاتيف 4 2. لا نيجاتيف 1 ماينس 2 3، 1 ماينس 3 حطها. بنيجاتيف، ماشي 1 ماينس 3 نيجاتيف 2. بس الاي باور نيجاتيف 2 دي تنزل تحت بايه؟ بوزيتيف 2 ببوزيتيف 2. خلصنا من اول حاجه. تاني حاجه، بي باور 4 مع بي باور 4 هيروحوا مع بعد بعض. لو حد هيزعل ان هم يروحوا مع بعض هقول لك خلاص يا عم، يلا رونا معلش نعمله سبتراكشن للباورز. 4 ماينس 4 زيرو بي باور 0 بزيرو
لا اي حاجه باور زيرو مش بزيرو، اي حاجه باور زيرو بكام؟ 1. 1، يبقى ال 1 مش هيفرق. طب سي باور 2 على سي، سي ده اللي هو سي باور 1، نعمل سبتراكشن للباورز، 2 ماينس 1 يبقى سي باور 1. دوريه بقى عليها. انهي واحده دي؟ مش شايفة كويس، هي هتبقى بصي ها خلاص، يبقى الموضوع بسيط يا جماعه. واحنا بنعمل ايه؟ احنا هنا 24 على 27 معايا رولا، هيبقى 8 باور 9. ايه باور 1 وايه باور 3؟ اصل ايه باور 3 دي عباره عن ايه تايمز ايه تايمز ايه، وايه باور 1 دي اللي هي واحده، فدي هتروح مع دي، هيتبقى لي ايه تايمز ايه تحت اللي هو ايه باور 2 يعني تحت. او ان انت تعمل، او ان احنا نعمل لهم سبتراكشن للباورز، ده 1 وده 3، 1 ماينس 3 بنيجاتيف 2، فتتكتب ايه باور نيجاتيف 2 فوق. بس ايه باور نيجاتيف 2 فوق دي مش هتبقى حلوه، هتنزل تحت بايه باور كام؟ بوستن. باور بوزيتيف 2، الله ينور عليك، تبقى ايه باور 2 تحت. هنا بي باور 4 وبي باور 4 راحوا مع بعض، سي باور 2 اوفر سي اللي هي سي باور 1، هنعمله سبتراكشن للباورز فتبقى 2 ماينس 1 ب 1، يبقى سي باور 1 عادي هيبقى. حد زعلان؟ لا تمام يا مستر، رولا كملي معايا معلش. خلاص المسألة دي كمان تعتبر هارد شوية بصراحة. المسألة اللي جاية دي تعتبر هارد شوية. ممكن ننهي بيها، هننهي بيها طيب، هننهي بيها. ماشي؟ يعني احنا خلاص هو فاضل لنا أربع خمس مسائل وهننهي بالأخيرة دي. الكلام؟ يلا يلا نخلص، يلا. هو ده كده عايزين نشتغلها بإيدينا. هنتصرف إزاي؟ ال 16 دي عبارة عن 2 باور كام؟ 2 باور 4. لو حد مش عارف يقول لي، لو حد مش عارف المعلومه دي شاطره يا رولا طبعا، بس لو حد مش عارف يقول لي، لان لو حد مش عارف هقول لك طب ال 16 اشهر حاجه ليها ان هي 4 باور كام؟ 4 باور 2. طب ال 4 لوحده عباره عن 2 باور 2، فتبقى 2 باور 2 باور 2 يعني 2 باور 4. ماشي؟ يعني انا ممكن اشيل يا جماعه ال 16 دي واكتب مكانها 2 باور 4. ال 16 اصلا كانت باور كام؟ فور يعني ممكن اشيل ال 16 واكتب 2 باور 4. باور الباور بنعمل، انا عايز لما اقول باي لما اقول مالتي باور بلاي الباور بنعمل، الناس ترد كلها كده مالتي بلاي. باور الباور بنعمل مالتي مالتي بلاي بلاي. ماشي؟ يبقى انت ال 16 هنشيلها واكتب 2 باور 4، بس هي اصلا ال 16 كانت باور 4، فباور الباور هنعمل ايه؟ تايمز مالتي 4 تايمز 4. سكستين يعني انا ممكن اشيل ال 16 باور 4 دي خالص واكتب مكانها 2 باور 16، وهنا في 2 باور 5 تحت. بقى ال 64 دي اشهر حاجه ليها ان هي 8 باور كام؟ ادبار 2 صح؟ يعني انا ممكن اشيل ال 64 واكتب مكانها 8 باور 2، بس ال 8 لوحدها 2 باور كام؟ 2 بار 4 6 بار 3 يعني انا ممكن اشيل ال 8 دي واكتب مكانها 2 باور 3، 2 بار وهي 3 باور 2. باور الباور بنعمل، مالتبلاي يعني ال 64 ده عباره عن 2 باور 6 من الاخر. حاضر، ال 64 ده عباره عن 2 باور 6، يعني انا ممكن اشيل ال 64 واكتب 2 باور 6، وهو اصلا باور كام؟3 باور الباور بنعمل مالتبلاي 3 18 تايمز 6 18. اللي فوق دول عندهم سيم بيز، نعمل ادنج للباورز 2 باور 5 و16 21 على 2 باور 18، هنعمل سبتراكشن للباورز 21 ماينس 18 ب 3، يبقى 2 باور 3 اللي هي 8. تخيل انت جاهز حاجه زي كده من غير كالك، تتصرف ازاي غير لما تبقى عارف الرولز دي كلها؟ تاني بقى يا جماعه، بس كلنا مع بعضينا عادي. ها؟ كلنا مع بعضينا. ال 16 عباره عن 4 باور 2، وال 4 عباره عن 2 باور 2، فانا ممكن اشيل ال 4 واكتب 4 2 باور 2، وهو اصلا كان باور 2 يبقى 2 باور 4. يعني ال 16 دي ممكن اشيلها واكتب مكانها 2 باور 4. لو حد تمام هيزعل ممكن يعمل كده يا جماعه، يعني ديفايد 2 فيها ال 8، ديفايد 2 فيها ال 4، ديفايد 2 فيها ال 2، ديفايد 2 فيها ال 1، فيها كام 2 16؟ 4، يبقى 2 باور 4. يعني انا ممكن اشيل 16 واكتب 2 باور 4. 2 باور 4 وهي اصلا كانت باور كام؟ فور 4. باور الباور بنعمل مالتبلاي 4 4 تايمز 4 16 16. يعني انا ممكن اشيل القصه الجميله دي كلها واكتب مكانها 2 باور 16، فاصبحت 2 باور 5 اهي تايمز 2 باور 16. بنعمل ادنج للباورز طالما عندهم سيم بيس، 5 و16 كام؟ جميل. يعني 21 فوق فوق على بعضيها كده عباره عن 2 باور 21. تحت بقى تعالى نتصرفوا، تعالى نتصرفوا شويه مع تحت.
64 ده عبارة عن 2 باور كام؟ عبارة عن أشهر حاجة ليه 8 باور 2، مظبوط؟ تو. تمام ال 8 لوحده 2 باور 3، يعني 2 باور 3 اول باور 2 باور الباور، هنعمل مالتبلاي 3 تايمز 2 بكام؟ سيكس، وهي أصغر. انا ممكن اشيل ال 64 واكتب مكانها 2 باور 6، وهي اصلا باور كام؟ 3 تايمز 6 تري 18، 18. فبتبقى 2 باور 18. كده هم عندهم سيم بيز في الديفايدد، بنعمل ايه في الباورز؟ ماينس يبقى ماينس 21 ماينس 18 ب 3، يبقى 2 باور 3 اللي هي كام؟ ايه الكلام؟ تمام؟ تمام. يلا ام وكي ار بوزيتيف نمبرز، ويتش اوف ذا فولينج اكسبريشن از ايكوفالنت لده؟ طيب ال 16 يا جماعه اللي عنده دوشه، ال 16 عباره عن 2 باور 4، وادي كي باور 12، وادي ام باور 4، كل ده باور كام؟ 1 over 4 باور الباور بنعمل time minus تايمز 4 تايمز 1 اوفر 4 كي 12 تايمز 1 اوفر 4، يعني كانك بتقول 12 على 4 بالظبط. 3 63 ام باور 4 تايمز 1 اوفر 4 ب 1، خلصت اهي. ولا عايزين نعملها تاتا تاتا؟ افككها لكم، ممكن افككها اقول لكم كانهم اتخصموا وكل واحد خد الباور بتاعه ومشى، يعني اخليها كده لوحدها. بس بصراحه كده تطول جامد يعني يا جماعه، ممكن بعينيكوا على طول. ها يعني كلهم باور 4، ممكن تفككها بالشكل ده 4 تايمز 1 اوفر 4 ب 1، 12 تايمز 1 اوفر 4، ما هو 12 تايمز 1 اوفر 4 دي كانك بتقول 12 على 4، ها ب 3، 4 تايمز 1 اوفر 4 يعني كانك بتقول 4 على 4 ب 1. ايه طبعا مش هكتب باور 1 يعني يا جماعه، خلاص ماشي. تعالوا نشوف دي، تعالوا نشوف، لا دي هناخدها في الاكسبريشن، هناخدها في الاكسبريشن. يلا تعالوا نشوف دي يا جماعه، دي حلوه جدا، دي حلوه جدا. ها 3 باور اكس ايكوال 11، نستفاد من الجيفن اللي هو، عايزين نستفاد من الجيفن اللي هو مديهولي اللي هو 3 باور اكس بيساوي 11، عايزين نستفاد منه. نعمله ايه يا جماعه؟ هسألكم سؤال، هو انا يا جماعه 3 باور 3 اكس دي، 3 باور 3 اكس دي ممكن اكتبها بالشكل ده ولا مش هي هي؟ عايز اسالكم سؤال، هي 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 ولا لا؟ هي يعني هي سؤال، 3 باور 3 باور اكس اول باور 3 هنعمل ايه؟ اهو اهو بعرف امسح حد، 3 باور اكس اول باور 3 باور الباور هنعمل ايه؟ طيب 3 اكس تايمز 3 ب 3 باور 3 اكس، يعني عايز اوصل ان دي هي هي دي ولا لا؟ هي هي جميل. هي انا ليه حولتها بالشكل ده؟ عشان اقدر استفاد من الجيفن بتاعي اللي بيقول ان 3 باور اكس ايكوال كام؟ ليفل يعني انا هاي ممكن مستني اشيل، يعني انا ممكن اشيل 3 باور هي اكس هي مكان، مستني عايز اشيل 3 باور اكس دي واكتب مكانها كام؟ ليفل فهتبقى 11 باور كام؟ ثري يعني ده ممكن كله كده اكتبه 11 باور 3 ماينس 4 على الكالك الجميل، طلعت الانسر. ليفل ناس اصلا عندها النت ابتدى يقطع، بسمع 11 بعديها بحبه حلوين. طب واحد يمليني كده اهي 3 باور اكس ايكوال 11، صح الكلام؟ وهنا 2 تايمز 3 باور والمصطلح 3 عندنا ولا من عندنا بس؟ عندك انت، عندنا ولا ايه؟ الناس سامعيني يا جماعه كويس؟ اه سامع ايه كل تمام حاجة. يا استاذ، من عندكم انت يا معلم 3 باور 6 ماينس 4 معرفش مين والله، بس بيقطع باور جامد. اه ده ده ماشي، ده كده ماشي. طب معايا كده، معايا يا عمده 3 باور 3 اكس دي مش هي هي 3 باور اكس اول باور 3 ولا غلط؟ ايوه هي هي يا جماعه هي هي، ما هو الباور بنعمل مالتي بلاي، هي دي 3 اكس، انا عملتها كده بس، كل الحكايه ان انا حولت الشكل ده لده. حد زعلان؟ لا لا تمام. تمام. ليه عملت كده؟ علشان اقدر استفاد من فكره ان 3 باور اكس يكوال 11، يعني اشيل 3 باور اكس ده واحط 11، فتبقى طلعت الانسر على طول ولا لا؟ في مشكله؟ حد يعملها لي على الكالك كده، 2 تايمز 11 باور 3 ماينس 4 2600 58
طب استني كده نشوفها. 11 باور تقريبا 3 اهو تايمز 2، ايوه ماينس 4، 10 على 10، 2658 صح كده؟ تمام. اوكي اخر مساله عندي، ال 9 ممكن نشيلها ونحط 3 باور كام؟ سهله دي شكلها يا جماعه، ال 9 ممكن نشيلها ونحط 3 باور، ال 9 3 باور، هشيل ال 9 بقى النبي هنحط 3 باور 2، بس ال 9 اصلا كانت باور كام؟ 2x لا minus بص ماينس 1 1 كل ده ايكوال 3 باور 8، باور الباور بنعمل ايه؟ times 2 تايمز 2 اكس ماينس 1، 4x minus 2 4 اكس ماينس 2، بترعب من اي حد هيقول لي 2 اكس ماينس 4 اكس ماينس 1، لان 2 دي هتخش على ده على ده، كل ده ايكوال 3 باور 8. الحمد لله قدرت اخلي البيز قد البيز، يبقى اقدر اقول له ان الباور قد الباور، power يعني 4 اكس ماينس 2 ايكوال 8 4 اكس ماينس 2 ايكوال 8، يعني 4 اكس x ايكوال، equal 10 x equal 10 over 4 بس انا ممكن ما اعملش كده بصراحه، عارفه ليه؟ لان انا مش ليه؟ هخليه يطوحني التسويحه دي، انا هنا هقول ايه؟ 4 اكس ايكوال 10، انا محتاج مين؟ 2x ال 4 x اكس 2 اكس اقسم على كام؟ over 2 فيديني 2 اكس ايكوال كام؟ 5 5 هروح اعمل هنا 5 ماينس 5، 0 واضحه يا جماعه؟ تمام اما دوس نرجع بس للسؤال اللي سبناه اللي انا قلت لكم هنرجع له في الاخر، اخر واحد اهو. السؤال ده بقى يا جماعه هارد شويه، يعني كلنا مع بعض ونركز، هنشرحه في دقيقتين بس كلنا مع بعض نركز وساعدوني يعني، ها ساعدوني تمام ماشي. مبدئيا كده فوق 4m root 3a minus، جماعة هو ال 27 ده، ال 27 ده عبارة عن كام تايمز كام؟ 9 multiply ممكن 3 9 times 3 ال 9 يطلع بره بكام؟ 3 3، 3 power 2 9 هيطلع بره ب 3، هيقابل مين في وشه؟ 2 هيتضرب فيها نيجاتيف 2 تايمز 3 negative 6 حد زعلان مننا لحد دلوقتي؟ لو حد هيزعل مننا دلوقتي اعيد، ها ال لا 27 تمام روت 27 ده، ال 27 ده عباره عن 9 تايمز 3، ال 9 يطلع بره بكام؟ 3 3، هيقابل مين في وشه؟ 2 2. 2 فيها السرير اللي طلعت دي اتضرب في التو دي كام؟ 6 6. 3 ويسيب مين جوه؟ يسيب مين جوه؟ 3 3. خلاص يبقى اهي هعمل كده 6 3 ايه؟ الام باور 2 تطلع بره بكام؟ ام ام بس بلس. ممكن نعملوا نفس اللعبه مع ال 12 بعد اذنكم، ال 12 ده طب مش ليه عباره طلعت عن بره ام بس يا مستر؟ ايه؟ ليه طلعت بره ام بس؟ ام باور 2 تحت الروت يا ابني، ام باور 2 تحت الروت يطلع بره بكام؟ طب تمام من الروت مع ماشي تمام الباور 2 اصلا تمام هيطير غير ام، الروت هتطلع امر وعندي تمام يا مستر طب ال 12 عباره عن كام تايمز كام؟ 4 multiply 3 4 times الفور 3 تطلع، الفور تطلع بره بكام؟ 2 يلاقي مين في وش ال 2 اول ما يطلع؟ ام الام ام يتضرب فيه 2 ايه ام برضه؟ 2 ام 12. اوعى تنسى، اوعى تنسى وتكتب 12 ايه تاني، لان ما بقاش متبقي غير 3a 3 والايه، ها؟ تمام تمام الكلام ده كله فوق، هو عايز الريزلت بتاع الكلام ده، الكلام ده كله فوق بس. طبعا عايزين نكمل فوق، ايه اللارجست كومن فاكتور يا جماعه؟ يعني ايه الحاجه اللي موجوده هنا اللي موجوده في الجزئيه دي وموجوده في الجزئيه، موجوده في الجزئيه دي وموجوده في الجزئيه دي؟ الروت 3a الروت 3a صح؟ تمام هناخد الروت 3a كومن فاكتور وافتح براكت، لما اخد الروت 3a كومن فاكتور هيتبقى لي ايه من هنا؟ 4m negative 6m4m positive 2m minus 6m plus 2m طب معلش 4m و2m كام؟ 6m 6m minus bar 6m negative بالله عليكم 0 زيرو يا جماعه، 4m 4m plus 2m 6m، 6m 6m minus 6m زيرو، يعني اللي هنا ده كله هيطلع زيرو، زيرو تايمز اي حاجه، زيرو طب يعني اللي فوق بزيرو، زيرو ديفايدد اي حاجه زيرو 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 ايه الكلام؟ تمام لو تمام حطيته، كده ماشي حطيته لو جربته مثلا، اصل دي كانت كالكوليتور سيكشن، لو جربت الام باي رقم هيطلع في، والاي باي رقم يجي في مخك هيطلع الريزلت في اخر سنه، اتفقنا؟ تمام الريكورد هيبعت لكم، وهيبعت لكم الاسئله محلوله ومش محلوله، تقعد تفكر في الاسئله بتاعت الهوم ورك تاني، واي حاجه وقفت معاك تصور لي تبعت لي، لو ما طبقتش عليه النهارده او بكره الصبح بالكتير هيتنسي كله الدرس ده بالذات، ها؟ هيتنسي كله حرفيا، ها؟ فبالله عليكم، ها؟ النهارده بالليل او بكره الصبح بالكتير، خلاص؟
تمام. محتاج اي حاجه؟